مساء الحب والأمل، هذا روح الله ورمح شعب تونس أكسيل المظفر الثاني من منفاه الباريسية المؤقت، يحييكم ويشد على أياديكم كالعادة. قبل ما نحكي على الحرة التونسية، السواديزون حرة التونسية الموهومة بالحرية والموهومة بالإنسانية، لا كوكو تونيزيان، مش لا فام ليبر تونيزيان، لا كوكو، لا كوكو. ونور الدين البحيري ما قال، كان يقول كاكتيس على كاكتوس، مش قال كاكتيس. عاد نور الدين البحيري يقول لكم كوكي، انا نقول لكم لا فام تونيزيان كوكي، والبحيري يقول لكم كوكي يا كوكي. بل من نحكيو على المرأة التونسية ونحكيو على البرلماني، مجموعة بتاع البرلمانيين اللي عملوا بادرة مبادرة باش يحكيو مع القاضي حاسيلو. On va parler juste un petit peu de British Petroleum et l'État tunisien. في التعاملات ما بين الدول وشركات التنقيب او شركات النهب البتروليه، فما ديزاكور ما بيناتهم، فما دي تروك دي ديل، سكون ابيل ان ديل ديزاكور، وحاجات متعارف عليها في السوق العالمي للبترول. يقول لك الشركه تصرف، هي تحط الفلوس تلقى البترول، تجي الدوله تقول فوالا بالبير هذايا كان مش ندخل نشارك فيه، اسكو نربح ولا ما نربحش، نطلع خاسره ونقول السماح فيه. عد مهندسين توانس تبارك الله، اللهم صل على النبي، وعنا كادر، نحن عنا كادر عظيم. مش شفتوا كي تعداو يدافعوا باش يقولوا فماش بترول؟ ريت المناجل اللي لابسينهم والكساوي والسواري وكل شيء، توما ما قعرمت في السقوش، حاسين ما عليناش. هذوكم الكوادر التوانسه ودولتكم، ها؟ قالوا لا، البير هذايا مسكار، هذايا غالي ياسر وفيه برشا ودري شنو، نو 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 با. ولا هو يجيب طلع البير هذايا يجيب شطر احتياجات تونس من الغاز في العام، كل عام يعني احتياجاتنا 50% يجيبه هو، ونحن اش راسات لنا نشريو من عند لي، نو سولمون نقولوا راهو ماهوش ما يجيبش الفلوس، دونك خذوه يا بريطانيين يا مجرمين. ما ديما قلت لكم لا سيتي بريطانيا اسقط امبراطوريه في التاريخ، تتفكروها؟ البريطانيين اكبر عداء للانسانيه، قلت لكم يرتقيوا فوق العرب في العداوه بالنسبه لي، ما عليناش. نحن قلنا البير هذايا نطلعوا فيه خاسرين، اما شنو؟ نلتزموا ان نشريوا من عندهم. كسكسي هو وبنيته، كسكسي وزعكة ولده، ما تقولوها. دوك نحن اوني اوبليجي باش نشريو الغاز ما عند هذيا ما نتاعنا، نشريوه بالعمله الصعبه نتاعنا، بالسيف علينا نشريو من عندهم، ولو لقينا ارخص ايوه حكي نشريو فيه بالعمله الصعبه، نشريوه ما عند زير ارخص نتاعنا ونشريو فيه بالغالي، وقلنا عليه خايب، اما نلتزم باش نشريو المحتويات نتاعو الكل. وقلتوا تكلفته غاليه، ولا كي تجي تكلفته يعني انتوما تركوا فينا. يقوم بارازار سبحان الله والحمد لله والله اكبر، مسؤول المسؤولين الكبار في العهد هذاك، في عهد بن علي، عهد عبير بوسي، في عهد عبير بوسي اللي بذيحة هذه صارت، في عهد عبير بوسي، يا عبير يا بوسي، بوسي عبير بوسي، افري افا او او كل حنيك وكل منظر كلمة واجهة. كوم بارازار من الناس اللي قررت وصحت لانها خبيره، دي زيكسبير قارين البر شبيه، معلمينهم البرينيه باش يجي يعملوا في تونس خونه. قالك البير هذا خرا ومسخون، شنو نلقاو السيد هذا اللي قال البير هذا خرا ومسخون؟ تو تلقاه في المجلس، تلقاه في مجلس الاداره نتاع الاكسبلوتاسيون هذا ومشارك فيه، عنده نسب.
مش خيانة عظمى من عهد بن علي ولليوم مازالت تتمدد؟ مش خيانة عظمى؟ خيانة عظمى هذه. في بالكم انتم ال 33% يعني اشوف في فرنسا اذا الشركة تخسر 20% من شيفر دافير نتاعها تبدا تسكر في الحوانت تسيبها. اذا طاح 20% من شيفر انت 33% من العجز التجاري من العجز المالي نتاعك بسبب الطاقة، والطاقة نتاعك تشري بها بفلوسك الريستورون تاع بابا نخدم فيه ونخرج الشهرية وزيد نخلص كي نتعشى وكي نفطر وكي نخرى ونبون نحط 50 سنتيم باش ندخل نخرى، وهو ريستورون بابا ونخدم فيه بلاش، وكي نجي نتعشى ولا نفطر ولا نخرى نخلص. هكاك انتوما، خاطر انتوما براينية، انتوما الأغلبية نتاعكم جاية من الريف، والريف خامج والريفي خامج وقعر وسقط أو لا يكون. أهل الريف صح ربك يا بريطانيا. أنا سنين قلت لكم راهو عنا الحق نراجعوا أي عقد، خاصة إجا نجم ونثبتوا أنه العقد هذا بني على باطل وبرشوة. نوليو نتبعوا في الشركة اللي خذات عند 20 سنة هي تاكل فلوس، قداش خذات كلات فلوس ترجعهم لنا، وزيد دوماج انتيري وتتبعات. نوليو نملكوا الشركة. قلت أنا هاكا تو سامي عبو تحكي فيها بالبرلمان تعاودي في كلامي. يفعل دي وقت انت كنت في السلطه يا كبو بحقك، وقتها انت صحيح تهب ترب قرار سفيني علم نتناول احنا في ثوره الاتفاقيات والكل شيء والعقود تاع البترول كلها تقف، كلها باش تتعاود. ما عملتوهاش تو، توريتو تعاودوا في كلام جلال بريك لانه خلات على الدين والديكم. تو مستنصروا بكلام جميع بكلام جلال بريك ولا تفرقوا. تو اللي يجي خذوا نهبوا كلام جلال بريك. خيانة عظمى، خيانة عظمى ما بعدها خيانة. وزيد هذه حكومة النهضة، كل حكومة النهضة كل فيها النهضة، كل فيها النهضة والتويكا. يا سامي عبو بلع فمك تقيل، ولا قول كما قال سيدنا جلال بريك، قبل الشعب ورجليه الكريمتين. اي 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 انتوما قرود عايشة في بلادي. مي فوزيد انا كان جيت عايش في تونس انا بدر ماينهوف ولا رب محمد ولا بن لادن ولا زب. هي كان جيت عايش في تونس يا كلاب. وزيدوا باعوا الريح، طاقة الريح والطاقة الشمسية بها حكومة التويكا. باقي هي توا كوارتات يحكموا، كانوا ترويكا ولا كوارتات كيف كيف كلهم خونة. مش على خاطر بعد ما قتلنا وذبحنا ندمت وليت تعترف بالحقيقة، أي أنت مشارك من النهار الأول. خلينا تو من مذهب أبوك، تو نرجعوا للمرأة، لا فام تونيزيان، اسكو فريمون، سامحوني، عندكم اليوم منشورة في المحاكم التونسية، 25 ألف قضية عنف زوج على زوجتي، تطبيقا لقوله تعالى: وإن خفتم نشوزهن ف لا ما عادش نضرب وجهي يعني. ما عادش نضرب وجهي، ما تستاهلوش. وزيد مريض نضرب في وجهي كي حاشا وليداتي اللي حبوني، باقي بول عليه. لا فام تونيزيان اسكي لي ليبر؟ فما هذوما اللي تجراو ومشاو شكاو وضرب مبرح، ضرب متاع تكسير سنين وعوران عينين وبخلاف القتل. هذه كعبة. اثنين، فما أنثى في تونس تحوس ترانكيل؟ فما أنثى في تونس حاجة أنثى؟ كلبة، قطوسة، نعجة، بهيمة، مرأة، أي أنثى حاجة فيها نوارة في تونس حاجة مؤنثة عايشة ترانكيل معكم بكرامتها؟ أي حاجة أنثى. بهيمة تنيكوها، بهيمة تقصوا له زب، شنو اي طفله تحوس في الشارع خاصه في الليل، ما يخليت على والديه في الليل. انت كطفله في الليل ما يجيكش النوم، عندك انسومني، ما يجيكش عندك ارق، ما يجيكش النوم. في تونس ما تنجمش تخرج تحوس في الشارع،
ما جاكش النوم، تحب تحوس في الشارع، ربما تتعب وترجع ترقد، تخرج تحوس في الشارع مالي ساعتين ولا ثلاثه بتاع السباح، شو يعملوا له؟ يكبوا لك سعدك. اولها من البوليسيه، البوليسيه الاولانيين هم يستفعلوا فيك. اخي مش استفعلتوا برش في برشا بنات توانسه يا بوليسيه، يا دوله بورقيبه، دوله بن علي. اليوم الباجي قال للمرأة التونسية باش تعاود تنتخبوا نهارين، ما هو جاي انتخابات، قال المرأة التونسية راني باش نزيد حق من حقوق. شنو هو الحق بزيدول؟ قال لها ما فما الفروج، فروج هو على الناس الكل، أما اللي يحب يراه في فير يحسبه في فير. فهمتش حاجة انت تو؟ ما فهمتش حاجة، باش نعاود نفهمك. الفروج مش قانون يمشي على الناس الكل، الفروج تقف ستوب بالسيف على دين والديك، ستوب سي في روج، ضوء احمر ما عادش تحرك هكا ولا. القانون الجديد نتاع البيج في اللي طلعوا جديد في قال اللي الى ريت قانون، الى ريت في روج ضوء احمر اقف، اما كان حبيت تراه اخضر تعدى. شنو معناته؟ كان انت حبيت تطبق شرع ربي العادل للذكر مثل حظ الانثيين، الى انت حبيت تطبق شرع الله العادل والمنصف، إذا أنت حبي تطبق شرع ربي العادل والمنصف والمحترم للإنسانية ولإنسانية المرأة، طبق شرع الله اللي يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا أنت طلعت ساقط ولد حرام وكلب وعلماني وتبع فك الكافر جلال بريك، تقول لا للذكر مثل حظ الأنثى. فيفتي فيفتي، أنا وأختي أكهو معناش أخوات أخرين، ماتت زهرة وعلي نقسم أنا وياك 50-50 قسمة خير هكا ولا. البيجي شعمل؟ قال اللي يحب يطبق شريعة العرب، شريعة الغزاة الغاصبين هاك يطبق، واللي يحب يطبق شريعة جلال بريك الملح المجرم هاك يطبق، يعمل العدالة. هذه تسمى مرأة حرة. القانون العدالة اللي تسري على الناس، على الناس الكل، على الناس الكل، العدالة على الناس الكل تمشي. ما عندكش الحق انت كابولة تمشي لعدل الاشهاد ولا عدل مذهب ابوك. وانا كدولة نفيق فيك قاعد تكمبن باش تقرد بناتك، نفك لك كل شيء ونقرد ولادك ونحطكم كل في الحبس، والفلوس والفلوس نعطيهم للبنات، لانه البنات ينتجوا منهم خير من الرجال. اعطي 100 مليون للمرأة واعطي 100 مليون للراجل، تو شوف الراجل اللي فلس والمرأة تشوف قال يوليو 100 مليار. وين مرأة تونسية؟ ما عندكم حتى كرامة المرأة التونسية. أخي مش مرة أنا في رمضان دخل البوليس لابس كوستيم، لابس كوستيم كرافات، رئيس مركز في باب السويقة، دخل القهوة يضرب طفلة عمرها جي 23 سنة، شعرها طويل محلاه مودرن، ضربها بكف طرطاف وهرب الناس الكل من القهوة، بوليس وحده في عهد ما تسمى بهيمنة الثورة. انتم اخي مش عندكم واحدة من البنات بس تطفل تزيري ضرب 6 شهور حبسة؟ فيقوا على رواحكم، فيقوا أنه دينكم هو عدوكم ينساه، ما تتراهنوش على رواحكم. ما دام فما دينكم، ما دام أخوك يحتقرك وزميلك يحتقرك
وجارك يحتقرك، ماك إلا مرأة يقول لك، ماك إلا شقف بول. وشكون خلق عقلية شقف البول والخرا والنفاس والمعايير؟ هو القرآن، هو دينكم. أكبر عدو المرأة هي المرأة، خاصة المرأة المسلمة. أكبر عدو نفسها هي المرأة المسلمة، كرس في عبوديتها بقناعة ربانية راسخة. ربي قال، تعرف خير من ربي أنت؟ ربكم كان جاي يعرف، ما يقولش وإن خفتم نشوزهن فَفَرَبِّهُنَّ. كان جاي ربكم يعرف. تو نساء شروا عليا، نحكوا تو على اي. انا شفت 42 عضو في مجلس النواب بعثوا رساله للنيابه العموميه طالبها بتوجيه التهم الحقيقيه والرسميه اللي قالها جلبريك لحاقه النهضه، الدعوه للتقاتل والتناحر، الدعوه الى طرح بكذا دوله، الدوله المواجهه، كل شيء لسبب الجرائم، التسفير، كل شيء اغتصاب كل شيء، كل شيء بيع التخابر مع الدول الاجنبيه، مع مجلس مخابرات اجنبيه. سامي عبو وراجلها ما شاركوش، مش مصحين في المطلب هذايا، خايفين من النهب، يخدموا مع النهب. دبوزة اكسجين تاع النهضة. اخي مش عبوا راجلها قالوا اللي النهضة ما عندهاش مصلحة في قتلين شكري بالعيد. ديما يتلاقاو على قرودة. بون الغنوشي برجولية يا ناس، برجولية. سمعت منذر بحاج علي قال ما تصير انتخابات الا ما يجيب الغنوشي شهادة براءة انه ما عنده حتى مشكلة مع القضاء. اي نحن طلبناه الشيء هذا، قلنا له ما اتهموك برا عشكي. قالوا قانونيا عندك الحق تمشي لوكيل الجمهورية هذا، تقول له راني اسمي انا مجبود في القضية هذه وانا ما عندي حتى علاقة بالتهم الموجهة إلي، وأنا نظيف وأنا شريف وأنا عفيف وأنا مسلم. المسلم طاهر وطهور، والمسلم لا ينصب لك كل منصب ولا يقعد لك كل مقعد. المسلم قول بصفتي أنا نظيف وحزبي نظيف. ها كان يا حاكم التحقيق ويا وكالة الجمهورية يا نيابة عمومية، كان عندكم أسئلة باش تسألوني أنا مستعد باش نجاوب. قال مضرب الحاج علي ما كانش ما فماش انتخابات، وهو هو شيش جاتو تياو مو. يا مضرب الحاج علي انت والناس اللي تتكلم باسم ما نعرفش انا حزب انت توا تلمو، دخلت وخرجت ما عادش نبغي حد شيء. اما اللي نفهم فيها انا اليوم، انت اليوم موقف ثوري اقسيلي تاع موقف تاع جلبريك من حركه النهضه، فماش انتخابات الا ما نتعداو على القضاء قبل، باش نحطوكم في الحبس قبل. الغنوش يعرف كان يمشي القضاء ما نجم راهم عاد امبوسيبل. اي قاضي يحشم يجي الغنوش لازم يسيبه. تهم واضحه يا بيني، خليت عليه الغنوش. اما اسكو انت يا مضرب الحاج علي واللي عايشين في دون مستعدين توصلوا للحكايه دي؟ ما فماش انتخابات باش تتزور، ما فماش انتخابات يا خويا، وري لي انت بريء، ما عندك جهاز دوله موازي. نحن في تونس ما نعرسوا بتفله الا ما تكون عندها، تكون بكر ولا تو. تصورني انا ناخو مراه وماش عذراء، نحن ما نعرسوا ونعطيو المهر الا ما تاكدوا يا عذراء هكا ولا، وكي تطلع ماش عذراء نطلقوا نحن. كان هذا كان ما قتلناه هكا ولا انت يا غنوشي باش نتعرس بينا مره اخرى اللي انت راكب علينا بالسيف؟ جيب لنا شهاده عذريتك.
جيد لنا شهاده طبيه مع القضاء اللي انت لا عندك لا ذبح ولا قتل ولا ارهاب ولا تسفير ولا قذاره ولا نجزه ولا سرقه ولا ناب ولا خيانه عظمى ولا بيعان للبلاد ولا تورط في كل الجرائم اللي ممكن رب فهمانها في العراق وسوريا وليبيا وتونس حتى في جزيره خلتو دينمكم. راهي الانتخابات في ظل دولة موازية راهي محسومة من الأول. ما فماش انتخابات إلا ما تتحط النهضة في الحبس كلها. اللي شارك في انتخابات، شوفوا شو اللي شارك في انتخابات تحت ظل دولة موازية هو مجرم ولا يقل خيانة. هو عميل الخونة خاين. انت توا يا تونسي اللي تتفرج فيهم عندك يقين راسخ انه راجل غنوشي مجرم به، اخي نسيت اخي ما عندكش يقين راسخ اللي الغنوشي هو يحكم في الدولة اليوم به. كيف هو يحكم في الدولة اليوم؟ مهبول هو باش يعمل انتخابات نزيهة باش يخسر باش يجيو يقولوا له من اين لك هذا وعمل علاش عملت الدوله الموازيه وعلاش تخبرت مع قطر وتخبرت مع تركيا ودمرت الاقتصاد الوطني بحلال السوق التونسيه للصناعه التركيه و تنصيب خليفه فيرتويال على التوانسه اللي هو محمد رجب اردوغان. زحيه 69 بيرسون كي مروغار بوتان سي انورم. ربحوا ولاد الحرام، ربحوا لانكم انتوما جبناء. لا تو مي با لا لايك على باج، تو نو لوف با لا فيديو، تو نو كومونت با، تو نو بارتاج با. سي بور سا كوني 68 هاو هرب رجعوا 70 المفيد 70 68 69 لا خلاص لكم الا بجلال بريك. واللي تشوفوا فيه كلام يعجبك، اي واحد تقول في التلفزه ولا في الصحافه يقول كلام يعجبك، تفكر سمعتوش قبل عن جلال بريك. كانك انسان ما كانش بول عليك، حشى وليداتي الكل وبنياتي. اي عندي وليدات وبنيات في تونس. مش انا رب المقله يا احمره يا مسلمين.